صباحا باكرا كلنا على صوت المنبه، وبسرعة هيئ نفسه ولبس زيه رسمي وخرج متجها إلى المعهد. وصل الجميع في الوقت المحدد، لقاء جميل وابتسامات من الفرح ترسم على كل الوجوه. بعد دقيقات مشحونة بالضحك والابتسامات، قام مدير المعهد وأعلن أن وقت الرحيل قد حان. ركبنا الحافلة وانطلقت في الساعة 7 صباحا. راح الطلاب يتحدثون ويناقشون كالعادة، وأظل بعضهم من النوافذ يشاهدون ويستمتعون بالطبيعة والعمارات الشاهقة التي نمر بها. تابعت الحافلة أمام البوابة فانفتحت مصاريعها وأطلت منها عيون متسائلة من جاء بهذا الوقت. فرفع مشرف الرحلة صوته فعرف به. بقعة جميلة تربعت على رابية مرتفعة قليلة تحيط بها أشجار عالية كأنها أهداب طويلة ترف كلما داعبها الهواء. هذه البقعة الجميلة تعشب في كل حين وتزهو بأزاهيرها الملونة، وتورق النباتات البرية على حافتي الطريق، ويسودها السكون والهدوء. تستمع بزقزقة العصافير فتنطلق ألحان عذبة تحلق السماء. كان يوما جميلا وحافلا بالأنشطة العلمية وترويح النفوس، ولكن أكثر جمالا هو أن الرحلة قد جمعت بيننا وبين كوكبة من الدعاة والمدرسين. شكرا لكم والسلام عليكم. سعاد عبد الفتاح، معهد الجزيرة. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. ننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. ننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. ننشر في الفضاء أملا
ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء ملا، ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا. ننشر في الفضاء أملا، ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا، ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. ننشر في الفضاء أملا، ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا، ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. ننشر في الفضاء أملا، ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا، ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل، لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى. كان يوما جميلا وحافلا بالأنشطة العلمية وترويح النفوس، ولكن أكثر جمالا هو أن الرحلة قد جمعت بيننا وبين كوكبة من الدعاة والمدرسين. شكرا لكم، والسلام عليكم. سعاد عبد الفتاح، معهد الجزيرة.